السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. في المحاضرات السابقة شرحنا مقدمة عامة عن الأوبتمايزيشن، الأمثلية، ما المقصود بها، ما هي طرقها، ما هي بعض أنواعها، ووردتنا مجموعة من الردود الفعل الإيجابية عن هذا الموضوع. في الحقيقة الكثير من طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه رحبوا بالفكرة وطلبوا أن يكون هناك كورس كامل في هذا الموضوع. إن شاء الله احنا مستمرين في هذا المجال. بصورة عامة بالنسبة للناس الذين طلبوا منهج متكامل عن هذا المجال، فنحن سبق أن قمنا بشرح المنهج الأكاديمي الكامل لمادة الكونفكس أوبتمايزيشن، الأمثلية المحدبة يعني، اللي أخذناه في جامعة تنسي ناكسفيل في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المنهج موجود يعني في المدونة العلمية mustafazero.com منذ 2016 يعني. هذا الرابط إن شاء الله راح يكون أسفل الفيديو. في هذا الـ يعني المنشور احنا في وقتها نشرنا يعني اللكتشر نوتس، المحاضرات، الواجبات البيتيه وحلولها، ايضا يعني الخاصه بالكونفكس اوبتمايزيشن والكثير من الامور الاخرى اللي موجوده، كلها يعني يمكن تنزيلها مباشره من هذا الرابط. فقط تنقر هنا وراح ينزل عندك المنهج كاملا. ايضا بالنسبه هذا طبعا مثل ما ذكرنا ان شاء الله راح الرابط يكون اسفل الفيديو. ايضا بالنسبه للناس اللي سالوا عن كيفيه تنفيذ هذه الاوبتمايزيشن بروبلمز، يعني لانه احنا ذكرنا في الشرح انه اغلبها هي من الصعب جدا ان يعني يتم حلها بشكل مباشر يعني رياضيا او يدويا. فبالتالي هناك الكثير من المنصات البرمجيه المتوفره اليوم. واحده من اهم وافضل هذه المنصات هي المنصه التي تم تطويرها في جامعه ستانفورد يونيفرسيتي، واللي هي ايضا يعني بنفس من قبل نفس الاستاذ اللي هو ستيفن بويد، اللي هو نفسه صاحب كتاب الكونفكس اوبتمايزيشن، ونفسه اللي طور هذا السوفت وير، ونفسه هو اللي اعتمدنا على منهجه في هذا المكان. يعني اغلب الجامعات العالميه تعتمد على كتابه ككتاب مصدري ومنهجي في هذا الموضوع. هم قاموا بتطوير فد سوفت وير معين، الرابط الخاص به هو cvxr.com/cvx. هذا ايضا ان شاء الله راح يكون الرابط الخاص به موجود اسفل الفيديو. طبعا هناك الكثير من النسخ من عنده، وصلت الان لحد cvx 3. هذا سوفت وير بمجرد انه تقوم بعمليه الداونلود الخاصه به، تقوم بتنزيله، راح ينزل عندك يعني ايضا لكل انواع نظم التشغيل، لينكس، الماك، الويندوز، وايضا هو مجاني يعني بوجود سيرفر او سيرفر فري. بعد ما تقوم بتنزيله وتنصيبه، يعني طبعا تفاصيل التنصيب لكل واحده من انستراكشن موجوده ايضا لكل واحده من نظم التشغيل. بعد ما تقوم بتنزيله تستطيع فتحه في داخل الماتلاب، يعني هو فقط عباره عن باكج يتم اضافتها الى الماتلاب. وفي داخل الماتلاب اول ما تفتح الماتلاب تذهب الى امتداد وجود هذا الملف او هذا يعني رابط التنزيل. مجرد انه تكتب له cvx_setup، ثم بعد ذلك cvx_startup، وتبدا يعني البرمجه باستخدام cvx. الميزه الجيده في هذا الموضوع انه هو يعني يحول لك عمليه الاوبتمايزيشن وكتابتها في الماتلاب الى فد شيء مشابه تماما الى ما نكتبه بشكل رياضي. يعني هنا مثلا عندك cvx is a matlab based modeling system مثل ما ذكرنا للكونفكس اوبتمايزيشن. هو بصوره عامه يستخدم للديسيبليند كونفكس بروجرامينج، برمجه الكونفكس المنضبطه يعني او المضبوطه. بعد ما تقوم بتنصيبها ممكن انه تحل مسائل الاوبتمايزيشن بحيث انه الكود اللي تكتبه يكون كالاتي: تقوم بتعريف المتغيرات في البدايه وتعطيهن يعني قيم اوليه، بعد ذلك تكتب cvx_begin، ثم تبدا بتعريف المتغيرات وتعريف يعني الاوبجكتيف فانكشن، المينيمايزيشن، مينيمايز، تفتح قوس نورماليزيشن، هذا النورم للاي في اكس ناقص بي، ونوع النورم هو يعني النوع نورم ثنائي او ثاني، سبجكت تو يعني تكتبها مثل ما هي سبجكت تو، وتعطي معادلات الكونسترينتس. بعد ذلك راح يكون عندك cvx_end، وتنطي تنفيذ يعني، ويعني يقوم بالتنفيذ مباشره. مثل ما ذكرنا هو يستخدم لديسيبليند كونفكس بروجرامينج، جيومتريك بروجرامينج، الكثير من انواع الكونفكس اوبتمايزيشن او الاوبتمايزيشن بصوره عامه، كلها يمكن حلها باستخدام هذا السوفت وير اللي هو مثل ما ذكرنا كومباتبل مع الماتلاب. اغلب نسخ الماتلاب تستطيع العمل عليها. اخر اصدار من عنده ظهر في الشهر الواحد 2020، اخر يعني اصدار. الدوكيومنتيشن الخاصه به ممتازه جدا، تشرح كل شيء يخص هذا الموضوع، ما هو السي في اكس، ما هو الجديد فيه، ما هو الديسيبليند كونفكس بروجرامينج الى اخره. فكل الامور اللي تقدر تدرسها في هذا المنهج اللي هو كونفكس اوبتمايزيشن، هذا التنزيل من عنده هنا، ستستطيع تنفيذها بشكل عملي في هذا السيميوليتر بمختلف انواعها. مثل ما ذكرنا هذا اليوزر جايد، اكو عندك ايضا اكزامبلز، امثله كثيره جدا تستطيع البدء بها والعمل عليها، وراح تبسط لك الامور بشكل كبير جدا. بالنسبه للانتنا ديزاين اراي، سيركت ديزاين، فيجرز، اكزامبلز، اكسرسايزز فروم ذا بوك، هذه ايضا امثله من الكتاب. فلتر ديزاين، ايضا امثله من التيوتوريال،
جرافيك لابلاسيان، ايجن فاليو اوبتمايزيشن، الكثير من الامثله اللي تقدر تبدي بها مباشره. يعني هذا بالانترنت ديزاين عندك الكثير من الامثله، هذه تاخذ اي واحده من اتهن تشتغل عليها. يعني هو تلاحظ حتى الامتداد مالته هو دوت ام مثل الماتلاب، يعني ام فايل فتح، تقوم بفتحها في داخل الماتلاب بعد ما تقوم بتنزيل وتنصيب هذا السوفت وير من هذا زر الداونلود، وتقدر تشتغل عليه لبحوثك ودراساتك ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. هذه فقط مقدمه بسيطه، اذا كان هناك حاجه الى شرح امثله مفصله عن السي في اكس في داخل الماتلاب فان شاء الله يعني تستطيعون ترك اسئلتكم واستفساراتكم اسفل هذا الفيديو، راح نحاول انه نجاوب عليها في اقرب وقت ممكن. كالعادة لا تنسوا الاشتراك والاعجاب ومشاركه محتوى الفيديو مع المهتمين من اجل تعميم الفائده، وشكرا جزيلا ومع السلامه.